وعايش باليوم محبة لكم ومحبة فيكم. ما هي أبرز الفعاليات هذه اليوم؟ طبعا الأجمل ما رأيناه في هذه المناسبة الوطنية ظهور الأزياء السعودية التراثية، وأيضا الكلمة التي أبدع بها مجموعة من الرموز المكية في حديثهم عن الوطن. ما هو شعورك في هذا اليوم يوم التأسيس؟ فرحة وفخر بوطن مجيد ومجتمع عظيم وولاة أمر قادونا إلى أداء النجاح وإلى هذا التطور العظيم. فخر بوطننا ومجتمعنا. أهمية المناسبة كيوم تأسيس إيش يمثل بالنسبة لك؟ يمثل نجاح وعظمة هذه الدولة وهذا المجتمع، يمثل كينونتنا كلنا كمقيمين وكمواطنين أو مقيمين، أي أحد على الأراضي السعودية يفتخر بمثل هذا اليوم الذي أثث فيه أوطان ولاة أمرنا وآباءنا وأجدادنا هذا الوطن العظيم. لو أنا تكلمت عن الزي الكشفي أو عن الكشافة بشكل عام، أنا أتكلم بتاريخ، وهذا الشيء يعني نشكر فيه ولاة أمرنا على رأسهم المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن. عام 1353 أسس الكشافة العربية السعودية في المملكة العربية السعودية، وأتى من بعد الملك سعود بن عبد العزيز ليجدد عهده ويقلق المعسكرات العامة في المملكة العربية السعودية، ونبدأ نواكب العالم بالخدمة المجتمعية العظيمة التي تقدمها الكشافة. من أهم أهدافنا وسيمنا هي خدمة مجتمعنا، ومثل هذه البرامج هي أجزاء في خدمة مجتمعنا. دائما نرفع التحية طبعا التشجيع لولاة أمرنا المستمرين دائما على دعم مثل هذه الأعمال، دائما وطننا يعني مرتفع رأسه بما يقدمه ولاة أمرنا ومجتمعنا. لكل مواطن ولكل كل من هو على هذه البقعة وعلى هذه الأرض، اعمل بإخلاص لوطنك وارتقي به ولا ترضى عليه الكلام. شكرا لك يا غالي.